انت لازم تروح الطوارئ دلوقتي حالا. دي الجملة اللي هيقولها لك اي طبيب او مقدم خدمة صحية لو كلمته وقلت له ان عندك الم في الصدر، وسبب الخضة دي هو تنوع الاسباب اللي ممكن تسبب في النوع ده من المشاكل وتدرجها من الخطيرة اللي ممكن تهدد حياة البني ادم، زي امراض القلب المختلفة من ذبحة وجلطات في الشرايين التاجية وغيرها، لحد اقلها وابسطها من ناحية الخطورة زي مشكلة النهاردة وهي التهاب عضلات بين الضلوع. ومع اختلاف خطورة الأسباب بشكل ده، إلا إن الأعراض وحدتها ممكن تتشابه بشكل كبير، يلخبط الإنسان العادي ويسبب له رعب حقيقي، خصوصا إن أمراض القلب والشرايين وأمثالها من الأسباب اللي العرض الأساسي بتاعها هو ألم الصدر بقت منتشرة بشكل كبير في آخر 20 سنة حتى في السن الصغير، خاصة مع الضغط النفسي الشديد ورتم الحياة المتسارع، واللي بقى سمة العصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي مع تغير نمط الاكل والشرب وطبيعة حياتنا اليومية اللي قل فيها ممارسة الرياضة واتباع العادات الصحية السليمة. هنتكلم في الحلقة دي عن واحدة من المشكلات اللي بتسبب ألم الصدر، وهي مشكلة التهاب عضلات بين الضلوع، واللي على الرغم من بساطتها بالمقارنة بغيرها من المشاكل اللي بتسبب ألم الصدر زي ما قلنا، إلا إن إهمال علاجها ممكن يتسبب في تحولها لالتهاب مزمن متعب جدا في علاجه والتخلص من أعراضه اللي بتضايق، حتى مع التقلب على السرير أثناء النوم أو مع العطس والكحة حتى لو بشكل عرضي، وبتخليك حذر في كتير من تصرفاتك العفوية زي الضحك الشديد أو الكلام بصوت عالي مثلا. وهنشرح بشيء من الاختصار إزاي تفرق بين ألم الصدر الناتج عن مشكلة النهاردة وباقي المشاكل الخطيرة زي مشاكل القلب والرئة والجهاز الهضمي وغيرهم. وقبل ما نبدأ في حلقة النهاردة، حابب أعلق على نقطتين بسبب بعض التعليقات اللي بشوفها في الحلقات. النقطة الأولى إن الحلقات دي على العموم موجهة لفئتين من الناس. الفئة الأولى هم زملائي من الدارسين والأطباء، والهدف منها هو الشرح المبسط والتوضيح وتسهيل فهم المشاكل الطبية بكل أبعادها من الناحية العلمية والإكلينيكية. والفئة التانية الناس العادية من الجمهور من غير المختصين، والهدف منها هنا هو التوعية وتحقيق فلسفة القناة، وهي الرعاية التفاعلية والتشاركية Reactive and Responsible Care. فلو حسيت ان في معلومات مش مهمة بالنسبة لك ومش هتفرق معاك في حاجة وشايف ان فيها مضيعة لوقتك، فالحلقات اللي فاتت كان معظمها متقسم لفصول، تقدر تعدي الجزء او الفصل اللي مش عايزه. غير ان من الحلقة دي هعمل كده وهبدأ التنويه على الجزء الموجه بشكل اساسي للدارسين في اوله، وبعد نهايته هقول ملخص له علشان اللي مش عايز يعرف كل التفاصيل العلمية ما يفوتوش حاجة. كل اللي عليك انك تنزل تحت الفيديو، وفي صندوق الوصف هتلاقي الفيديو متقسم لفصول تحت كل فصل عنوانه، ممكن تضغط عليه وتشغله على طول، او والفيديو شغال تضغط بصبعين مرتين بسرعة في اتجاه تقديم الفيديو وهينقلك للفصل اللي بعده على طول. النقطة التانية ان الحلقات دي مش وسيلة انك تشخص او تعالج نفسك بالمعلومات اللي فيها، انما هي وسيلة لفهم مشكلتك بكل ابعادها، خاصة لو ما كانش الطبيب المعالج عنده وقت يشرح لك كل حاجة لأي سبب وتفهم تعليماته، فلازم تتوجه لأقرب طبيب مختص هو اللي هيكشف عليك ويقيم الموقف ويحدد ايه المطلوب للمساعدة في التشخيص ويقرر عليه بروتوكول العلاج المناسب لحالتك انت على الخصوص. يلا بينا نبدأ الحلقة وركزوا معايا. من حكمة ربنا سبحانه وتعالى وإبداعه في خلق جسم الإنسان أنه وفر له الحماية الكاملة، خاصة في الأعضاء الضعيفة والمهمة، واللي ألهمت البشر بعد كده في الحفاظ على كل ما غلى ثمنه وزادت أهميته بالنسبة لهم، فاخترعوا الخزن المحكمة لحماية الأموال والذهب ومقتنياتهم الثمينة. وفي جسم الإنسان ربنا سبحانه وتعالى حمى أهم الأعضاء في الجسم والمسؤولة عن حياة البني آدم بشكل محكم وقوي، وخلق لهم علب عظمية قوية بتحافظ عليها، زي ما خلق الجمجمة لحماية المخ، مايسترو الجسم كله والمسؤول عن كل عمليات وحركاته سواء الإرادية أو غير الإرادية، وإحنا صحيين أو حتى وقت النوم. بس في أعضاء تانية في جسمنا مهمة جدا وحيوية، وكمان نسيجها ضعيف وسهل التلف عند أقل إصابة، زي الرئتين، واللي بعكس المخ، المخ ثابت ومش بيتحرك، هما بقى بيتحركوا وبتغير حجمهم مع عملياتي الشهيق والزفير، واللي استمراريتهم مرادفة لاستمرار الحياة للجسم البشري، فكان لابد ليهم من حماية بصندوق عظمي يحميهم زي المخ، ولكن
لازم يكون من نوع خاص يحميهم من ناحية ويتحرك معاهم مع تغيير حجمهم من ناحية تانية، لأن مع الشهيق حجمهم بيكبر وبيتمددوا علشان يسمحوا بدخول الهواء المحمل بالأكسجين، وبيقل أو بينكمش مع الزفير علشان يطردوا الهواء بعد ما بقى محمل بغاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الضارة للجسم، واللي نتجت عن الأيض والعمليات الحيوية الناتجة عن أنسجته. فربنا سبحانه وتعالى خلق القفص الصدري اللي بيقوم بالمهمة دي بكل مثالية، وبيحمي كمان أعضاء تانية مهمة زي القلب والطحال والكبد وهكذا. وعلشان نفهم مشكلة النهاردة وهي التهاب عضلات بين الضلوع ونعرف تأثيرها وخطورة إهمال علاجها أو تأخيره، محتاجين نفهم آلية التنفس عند الإنسان ببساطة واختصار، ومنها نعرف التركيب التشريحي للقفص الصدري والعضلات بين الضلوع وحركتها ودورها. فتعالوا الأول نعرف آلية التنفس في جسم الإنسان. دورة التنفس في جسم الإنسان زي ما لسه قايلين بتتضمن إدخال الهواء المحمل بالأكسجين للرئتين واللي بنسميه الشهيق، وإخراج الهواء المحمل بالغازات الضارة واللي بنسميه الزفير، وده بيتم عن طريق تغيير أبعاد القفص الصدري في ثلاث اتجاهات: اتجاه عمودي، اتجاه أمامي خلفي، وإلى حد ما بشكل عرضي. الاتجاه الأمامي خلفي والجانبي بيحصل عن طريق حركة القفص الصدري اللي بيمثله الضلوع وعظم القص، فالضلوع بتتمفصل من الخلف مع الفقرات الصدرية وبتتجه للأمام بزاوية للأسفل لحد ما تتصل بعظم القص، فلما بيتحركوا بطريقة معينة زي ما هنعرف بعد شوية بيتمكنوا من تغيير الأقطار من الأمام ومن الجنب. أما الاتجاه العمودي فاللي بيقوم بالدور ده هو الحجاب الحاجز، عضلة التنفس الرئيسية واللي بتتحمل عبء معظم العملية دي. والشهيق عملية نشطة، العضلات لازم تنقبض علشان تتم. أما الزفير فهو حركة سلبية لأن الرئتين بيتمتعوا بخصائص مرنة، فبعد ما تتمدد لدرجة معينة بيحصل لها ريكويل أو ارتداد، فتطرد الهواء اللي فيها مع بعض المساعدة من العضلات في حالة الزفير القوي زي النفخ كده. نبدأ بالحجاب الحاجز اللي معظم عملية الشهيق بتتم عن طريقه بالأساس. هو عامل كده، لما بينقبض بيتسطح وبالتالي بيزود البعد الرأسي للفراغ في القفص الصدري، فيزود الضغط السلبي حوالين الرئة ويخليها تتمدد في التنفس العادي بنسبة حوالي 25% من الساعة بتاعتها، فيسحب الهواء ليها. طبعا النسبة دي ممكن توصل لتمدد 100% مع الرياضة أو النفس العميق، يعني تتمدد قد حجمها الضعف. وأثناء الزفير بقى بيحصل العكس، بيسترخي الحجاب الحاجز ويرجع لشكله الأول اللي عامل زي القبة لفوق كده، فيقلل البعد الرأسي للقفص الصدري ويقلل حجمه، فيحصل للرئة زي ما قلنا قبل كده ارتداد وتخرج الهواء. وأثناء العمليتين بتوع الشهيق والزفير دول بيتحرك القفص الصدري بشكل معين علشان يساعد كل من الحجاب الحاجز والرئتين في عملية التنفس، فتلاقيه بيتحرك للأعلى وللأسفل على حسب المطلوب. وبما أن الأضلاع متصلة بعظم القص، فلما بتتحرك للأعلى بيتحرك عظم القص معها للأمام في نفس الوقت، وده بيزود القطر بتاع القفص الصدري من الأمام للخلف. وبالعكس في الزفير لما تنزل الضلوع للأسفل بيتراجع عظم القص للخلف ويقلل البعد ده. وعلشان نتخيل شكل التوسع في القطر الأمامي خلفي ده، فحركة الضلوع العلوية بتبقى عاملة زي حركة مقبض الطولمبة أو المضخة كده، واللي لما بترتفع للأعلى بتزود القطر الأمامي الخلفي، وحركة الضلوع السفلية بتشبه حركة مقبض الدلو أو الجردل، وده هو اللي بيزود القطر العرضي. وعلشان الحركات دي كلها تتم بالسلاسة دي، ربنا سبحانه وتعالى خلق القفص الصدري بشكل بديع جدا، بتتكامل كل أجزائه تشريحيا علشان تلائم التزامن والتناغم ده. ومنطقة الصدر هي المنطقة الممتدة بين الكتفين من فوق لحد منطقة الحجاب الحاجز لتحت، صندوق عظمي متحرك زي ما قلنا من شوية، بيحمي الرئتين والقلب والطحال ومعظم الكبد وجزء من المعدة. بيتكون من عظم القص من قدام والفقرات الصدرية من ورا، وبينهم 10 أزواج من الضلوع غير زوجين عايمين متصلين بالفقرات بس من ورا ومش واصلين لعظم القص من قدام. كل ضلع من الضلوع دي بيتمفصل من الخلف مع جسمين لفقرتين متتاليتين، وبيسند على النتوق المستعرض للفقرة السفلية، وده اللي بيديه زاوية ميل للأسفل، فبعد كده يبقى عنده إمكانية الحركة لفوق ويرجع لتحت تاني. وبيخضع الضلع ده لثلاث التواءات علشان يوصل لشكله النهائي اللي ظاهر قدام حضراتكم ده، واللي بيمكنه من الحركة للأعلى مع عملية الشهيق، فيزود القطرين الأمامي خلفي والعرض زي ما وضحنا من شوية، وطبعا العكس مع الزفير.
اما عظم القص او الاسترنم فدي العظمه اللي بيتصل بيها 10 ازواج من الضلوع بواسطه ما يعرف بالغضاريف الضلعيه، وبيمثلوا جميعا الحد الامامي للقفص الصدري. شكلها عامل زي السيف او الجرافته اللي هي رابطه العنق، عظمه مسطحه وسميكه جدا محدبه من الامام، وبتتكون من 3 اجزاء: الجزء العلوي وهو القبضه، وهو فعلا شبه قبضه السيف، بيرتبط بالجزء ده من الجنبين زوج الاضلاع الاولى، بالاضافه لنتوئين مفصليين من الاعلى بيرتبط بكل واحد منهم الطرف الداخلي من عظمتي الترقوه. الجزء ده اللي هو الفوقاني ده بيرتبط بجزء الاوسط من عظم القص برباط ليفي قوي، وبيعمل معاه زاويه حوالي 15 درجه. وعند الارتباط ده بيرتكز الغضروف الضلع الثاني على كل جنب. اما الجزء الاوسط والاكبر من عظمه القص اسمه جسم العظمه، واللي حدوده الجانبيه فيها شقوق مفصليه بيرتكز عليها الغضاريف الضلعيه للضلوع من الثالث للعاشر على كل جنب. والجزء الاخير من العظمه وهو السفلي والاصغر حجما عباره عن نقطه عظميه اسمها النتوء الخنجري او الزيفويد بروسيس. اثناء عمليه الشهيق بيتحرك عظم القص للامام والاعلى والعكس في الزفير زي ما وضحنا قبل كده. وكل القفص الصدري ده مرتكز من الخلف على الفقرات الصدريه، واللي مداها الحركي قليل لحد كبير، فبتدي ارتكاز ممتاز بيدعم الحركات بتاعه المنطقه دي وعمليه التنفس. واخر حاجه هنتكلم عليها في الفصل ده وهي بيت القصير من الحلقه هي عضلات بين الضلوع او الانتركوستال ماسلز، ودي عباره عن 3 طبقات من العضلات ترتيبهم من بره لجوه: العضلات الخارجيه والعضلات الداخليه والعضلات العميقه. واول طبقه هنشوفها هي العضلات الخارجيه، واللي اتجاه اليافها واحنا باصين عليها من قدام بيكون في اتجاه الاسفل وناحيه الداخل، كانك حاطط ايدك في جيب البنطلون، لانها بتخرج من الضلع الاعلى وبترتكز على الضلع الاسفل. علشان كده لما بتنقبض بتوجه الضلوع في اتجاه منشأها للأعلى فترفعها، وتساعد في رفع القفص الصدري وتوسيعه، وتعين العضلة بتاعة الشهيق الأساسية وهي الحجاب الحاجز، بتعينها في تمدد التجويف الصدري فتحصل عملية الشهيق اللي شرحناها. ولما ندخل على الطبقة اللي تحتها هنلاقي العضلات الداخلية، ودي أليافها ماشية عكس اتجاه الطبقة الخارجية، يعني من تحت لفوق، وبالتالي هيكون تأثيرها تأثير معاكس، هتضغط على القفص الصدري وتقلل مساحة تجويفه فيساعد في عملية الزفير. وآخر وأعمق طبقة من الثلاثة دول هي عضلات بين الضلوع العميقة، واتجاه أليافها نفس اتجاه ألياف الطبقة الداخلية، وكمان لها نفس الوظيفة. والطبقتين الداخلية والعميقة دول كأنك نزلت بواحدة ولافتها تاني عشان تطلع بالتانية، فبيتكون بينهم زي مجرى أو نفق كده من فوق بيعدي فيها الأوعية الدموية والأعصاب اللي بتغذي المنطقة دي، وبكده بيحميها الضلع العلوي من فوق والعضلات من قدام ومن ورا. واخر مجموعتين عضلات هنتكلم عليهم هم العضلات تحت الضلعية والعضلة الصدرية المستعرضة، ودول عضلات اماكنهم الى حد كبير متغيرة من بني ادم للتاني. العضلات تحت الضلعية او السبكوستال ماسلز، ودي عضلات صغيرة قوي بتنشأ في العادة من السطح الداخلي للاضلاع السفلية، وبعدين تعدي بعض الاضلاع وتتمركز على الضلع الثالث او الرابع من فوق. والعضلات المستعرضة الصدرية بتنشأ على سطح الداخل للأضلاع من الثاني للسادس، وبترتكز على السطح الخلفي من جوانب عظم القص. والمجموعتين دول من العضلات اتجاه أليافهم شبه المجموعتين الداخلية والعميقة، ولهم كمان نفس الوظيفة. وخلاصة الفصل ده علشان الناس اللي قدمت الفيديو: عضلات بين الضلوع أو العضلات الوربية هي مجموعة من عضلات جدار الصدر الداخلية اللي بتشغل المساحات او الفراغات بين الاضلاع وبتربط ما بينهم، بتتكون من 3 طبقات: خارجية وداخلية وعميقة. الطبقة الخارجية بتمتد من الضلع اللي فوق للضلع اللي تحته، وبتساعد في رفع القفص الصدري للاعلى فتوسع الفراغ بتاعه وتساعد الحجاب الحاجز في عملية الشهيق. الطبقتين الداخلية والعميقة اليافهم عكس الخارجية، ووظيفتها بالتبعية هي العكس، فبتساعد الارتداد بتاع الرئتين وبالتالي تساعد في عملية الزفير. وبين الطبقتين الداخلية والعميقة دول في نفق بيعدي منه الأوعية الدموية والأعصاب، محميين من فوق بالضلع ومن باقي الاتجاهات بالطبقتين دول من العضلات. وظيفة العضلات دي هي دعم آلية التنفس وحركات القفص الصدري المختلفة، فهي عضلات مساعدة وليست رئيسية، لأن المحرك الرئيسي للشهيق هو عضلة الحجاب الحاجز، وفي الزفير ألياف الإلاستين أو الإلاستيك فايبرز اللي موجودة في الرئة، وتكمن أهميتهم أكتر في النفس العميق والزفير الشديد زي النفخ. بما أننا بنتكلم عن التهاب عضلي
فأسباب حدوثه هي نفس الأسباب العامة لالتهاب أي عضلة، زي الإصابات أو الشد أو التمزق أو حتى البرد والتعرض لتيارات الهواء المباشرة. بس عضلات بين الضلوع ليها طبيعة خاصة شوية، هي عضلات قصيرة وقوية شغالة طول العمر بدون توقف حرفيا، وده لارتباطها بعملية التنفس، فتوقفها معناه موت البني آدم. ده غير دورها في حركات تانية متعلقة بحركة الجزء العلوي للجسم زي الالتفات والدوران لأي من الجانبين. وميكانيكية الإصابة عادة بتكون بسبب تقلص عضلي شديد وتكون عقد زنادية في أي مكان حوالين المسافات بين الضلوع وفي أي مستوى في القفص الصدري وعلى أي جنب. والأسباب في العادة هي كالآتي: التعرض لتيارات الهواء المباشرة أيا كان نوعها، خاصة لو كان الجسم عرقان لأي سبب، ضعف مرونة العضلات، الإجهاد العضلي والشد المفاجئ. دول الإجهاد العضلي والشد المفاجئ بيحصل للرياضيين وغيرهم، وأسبابه متنوعة، بس أهمها التدريب المكثف أو حتى إعادة بدء التدريب بعد فترة طويلة من الانقطاع عن التدريبات الرياضية أو حتى ممارسة الرياضة. عمل نشاط بدني مفاجئ خاصة بعد فترة من الراحة وعدم بذل نفس المجهود، عدم كفاية الإحمى وتمارين الإطالة قبل ممارسة التدريبات الرياضية، تمارين الجيم اللي فيها سحب الفترات طويلة، الناس اللي بتعمل حركات فيها رفع اليد لفترات طويلة وبشكل مستمر زي الكتابة على السبورة وأمثالها. وعندك كمان الجلسة الخطأ لفترات طويلة وانت موطي لقدام، زي لاعبي رياضة التجديف والناس اللي بتستعمل اللابتوب او بتذاكر على طول وهي موطية او محنية. والحركة دي كمان على فكرة بتعمل التهاب الغضروف الضلعي، واللي وزي ما هنشوف بعد كده ممكن تتشابه اعراضها مع اعراض التهاب عضلات بين الضلوع. كمان الالتواء والانحناء المفاجئ خاصة مع لعبة الهوكي والبيسبول وكرة اليد والطايرة والسلة، والحزق اللي بيعمل شد مفاجئ لعضلات بين الضلوع خاصة لما يكون متكرر وشديد، زي حالات العطس أو السعال، وخصوصا لما يستمر الفترة زي ما بيحصل في نزلات البرد والالتهاب الشعبي وغيرها، واللي في بعض الحالات بيكون تأثيرها اللي هي الكحة والحاجات دي خطير، زي ما بيحصل في حالات هشاشة العظم كده، بالذات هشاشة العظم الشديدة، لأن ممكن عطسة أو كحة جامدة شوية تكسر الضلع. السبب الرابع والأخير هو الإصابات المباشرة، خاصة في الرياضات اللي فيها احتكاك مباشر بين اللعيبة على العموم، أو اللي فيها نوع من العنف والضربات المباشرة زي الملاكمة والمصارعة الحرة، واللي ممكن يحصل فيها خبطة مباشرة في القفص الصدر على طول. أما الأعراض فبتتمثل في الألم، ألم في الصدر، ألم شديد جدا بيجي في شكل نغزات أو قرصة جامدة، ويمكن شدته ده هو اللي بيوهم العيان وبيخليه يفكر في حاجات أوحش بكتير. الألم ده بيكون موضعي ومحدود جدا في مكانه، لدرجة ان العيان يقدر يشاور عليه بصباع، وبيحصل في اي جزء في القفص الصدري في المسافات بين الضلوع، بس اكتر واشهر مكان هو على الجنبين اكتر من المنطقة الامامية والمنتصف. بيظهر الألم ده في العادة بشكل حاد ومفاجئ، بيكون مع اي حركة من حركات الجزء العلوي من الجسم اللي ممكن تشد على العضلات دي، زي الالتواء والانحناء وحركة الذراعين، وبيحصل حتى وانت تتقلب على السرير، وبيزيد مع الضغط على مكان الألم، وكمان بيزيد مع الكحة والعطس والنفس العميق وحتى الضحك الشديد والكلام بصوت عالي. ده أهم فصل في الحلقة، تشخيص ألم الصدر ومعرفة سببه هو أهم وأخطر جزئية، لأن نمط الأعراض بين المشاكل اللي بتسبب النوع ده من الألم بيكون فيها تشابه كبير، ومنها مشاكل بتكون خطيرة جدا ومهددة للحياة. وبداية التشخيص دايما وزي ما تعودنا عند الطبيب، بس هنا مش في العيادات الخارجية أو الخاصة، إنما في قسم الاستقبال والطوارئ. فلو أي بني آدم جاله ألم في الصدر لازم يتوجه فورا للمستشفى الأول، وبعد استثناء المشاكل الخطيرة زي مشاكل القلب والجلطات سواء في الشرايين التاجية أو الرئة أو العداوة المختلفة، بعد كده بيتحدد بروتوكول العلاج، وبيبدأ الفحص بأخذ التاريخ المرضي للعيان وسؤاله عن مكان الألم، هل هو موضعي ولا في كل الصدر، وهل يمكن تحديده بشكل دقيق بالإصبع أم هو بيغطي مساحة كبيرة، غير موقع الألم نفسه، هل هو في منتصف الصدر أم على الجانبين أم في الخلف وهكذا. وبعد كده بيسأل الطبيب عن نوع وشكل الألم، هل هي سكاكين أم نغزات أم ضغط إلى آخره، ومدة واستمرارية الألم، هل بيستمر للدقايق أم مدة أطول، إيه اللي بيزوده وإيه اللي بيقلله،
بيسمع فين وهل معاه أعراض تانية من عدمه زي ضيق النفس أو العرق أو الدوخة أو حرقة المعدة إلى آخره. وبعد كده بيسأل الطبيب عن باقي التاريخ المرضي اللي هو القرايبه، ولو كان بيعاني من أي مشاكل مزمنة زي الضغط أو السكر أو غيرهم، وهل في أي فرد من أقارب الدرجة الأولانية جالهم أي مشاكل لها علاقة بألم الصدر اللي هنتكلم عليها كمان شوية ولا لا. ومن خلال الأسئلة دي سواء كلها أو جزء منها بيقدر الطبيب في الطوارئ يعرف اتجاه التشخيص ويوجه بالفحوصات اللازمة للمساعدة فيه. وقبل ما نتكلم عن الفحوصات المساعدة من أشعات أو تحاليل أو غيرها، هنتكلم الأول وباختصار شديد عن أهم 5 مشاكل اللي ممكن تتشابه في أعراضها مع مشكلة النهاردة بتاعت التبع عضلات بين الضلوع دي. فلما نستثني 5 مشاكل دول هنتعامل مع المشكلة كألم عضلي زي ما احنا قايلين. طيب ايه هما بقى الـ5 مشاكل دول؟ المشكلة الأولى والأخطر هي مشاكل القلب. كلمة السر فيها هي المجهود، العيان بيشتكي إن الألم بيوقفه عن الحركة. والقلب مكانه عكس ما ناس كتير فاكراه، انه الناس كلها فاكره ان هو في الجنب الشمال من الصدر، مكانه في وسط الصدر ومايل الناحية الشمال. وألم القلب في العادة صعب تحديد مكانه بصباع، غالبا العيان بيشاور بكف ايده على منطقة وسط الصدر ويقول كل دي توجعني، وبيوصفه بانه حاسس ان في حد كابس او قاعد على صدره، او في حاجات تانية بيقولك ان في سكاكين بتقطع في صدري. ألم بيستمر لدقايق، بيزيد مع اي حركة ومش بيقل بالمسكنات. ومع الوقت بيبدأ العيان جسمه يبرد ويعرق جدا، وواحدة واحدة كده بيكون نفسه فيه شيء من الصعوبة خاصة مع الجلطات يعني. وممكن الالم يسمع في احد الكتفين او الرقبة او الفك بسبب تشارك الكود العصبي للمنطقتين. المشكلة التانية واللي بتكون خطيرة احيانا هي مشاكل الرئة نفسها. وكلمة السر هنا في شكل نفس العيان ولون افرازات البلغم. واشهر مشاكل الرئه اللي متشابهه مع اعراض مشكله النهارده هي التهاب الغشاء البلوري اللي هو حوالين الرئه والمحيط بالرئه، واللي بيحصل نتيجه الاصابه بعدوى. يمكن دي اشهر مشكله شبيهه بحاله النهارده، والمريض بيحس فيها بالالم على شكل نغزات في اسفل القفص الصدري او شكشكه، سواء مع الكحه او التنفس، ومش بيعرف ياخد نفس عميق، فبتلاقي نفسه قصير وسريع وممكن ترتفع درجه حرارته. وفي مشاكل تانية برضو في الرئة زي الربو وجلطات الرئة والمية على الرئة اللي هي الارتشاح الرئوي اللي ممكن تحصل مع كسر الأضلاع وحاجات زي كده. المشكلة التالتة هي مشاكل الجهاز الهضمي. وكلمة السر هنا هي الأكل، نوعه زي الأكل الدسم اللي هو الدهن يعني والحراق، وتوقيت الألم بعد الأكل. ومشاكل الجهاز الهضمي زي ارتجاع المريء وألام المعدة ومشاكل القولون والتهاب البنكرياس وحصوات المرارة. والمريض هنا بيحس بالألم على شكل نغزات أو انقباضات أسفل القفص الصدري في الناحية اليمين، مع تسميع في الكتف اليمين وبعد أكل دسمة زي في مشاكل المرارة، حرقان تحت النتوء الخنجري وفي أسفل ووسط الصدر زي مشاكل المعدة وهكذا. وفي العادة مع معظم مشاكل الجهاز الهضمي ممكن العيان يحس بنهجان وضيق في النفس وصداع، غير مشاكل تانية زي الإمساك والمغص والانتفاخ والحموضة. السبب الرابع التهاب غضاريف القفص الصدري او الغضروف الضلعي او الكوستوكوندرايتس، وده اكتر سبب اعراضه بتشبه التهاب عضلات بين الضلوع بشكل يقترب من التطابق لحد كبير، ولدرجة ان حتى اشهر اسبابه اللي هي وضعية الانحناء للامام لفترات طويلة مشتركة مع اسباب التهاب عضلات بين الضلوع اللي اتكلمنا عليها، ده غير أسبابه التانية زي العدوى والأورام والتهاب المفاصل الروماتويدي والشيخوخة والإصابات المباشرة. والمشكلة دي بتحصل أكتر في الستات حوالين سن 40، والألم هنا بيكون شديد جدا، بيحصل في جدار الصدر، بيزيد مع النفس العميق والكحة، وأحيانا بيكون معاه تورم. وآخر سبب هنتكلم عليه هو التوتر والضغط النفسي ونوبات الهلع والوسواس، خاصة في الناس اللي موسوسين بطبعهم، أو لو واحد له قريب أو جار مات بسبب مشكلة في القلب. والألم هنا بيكون شبه ألم الصدر اللي بيحصل مع أمراض القلب، لدرجة أنه بيسمى بالذبحة الكاذبة، بس بيحس به العيان في كل الصدر مع خنقة ومالوش علاقة بالمجهود، بالعكس ده المشي والحركة بيقللوا الألم، لأن المشي هنا بيساعد المريض في تحسين حالته المزاجية فبيروق فالدنيا تهدى معاه. نيجي بقى للفحوصات المساعدة، ودي بتختلف على حسب تقدير طبيب الطوارئ بعد ما يسأل عن الحاجات اللي لسه متكلمين عليها دي، ويسمع صدر العيان بالسماعة ويقيس العلامات الحيوية زي ضغط الدم والسكر ويشوف النبض ودرجة الحرارة.
وفي العاده بتكون البدايه دايما مع عمل رسم قلب او تخطيط قلب او حتى ايكو ده اللي هو اشعه تلفزيونيه على القلب، علشان يستثني اخطر مشكله بتسبب الم الصدر وهي مشاكل القلب. وبعد كده ممكن يطلب بقى اشعاعات، اشعه عاديه مقطعيه رنين على حسب اللي هو شايفه. ولو شك في حاجه تخص الجهاز الهضمي غالبا هيطلب سونار على البطن والحوض. بعد كده بيجي دور التحاليل المعمليه، ودي بتطلب وبرضو على حسب تقدير الطبيب الطوارئ على حسب المشكله. يعني مثلا ممكن نطلب صوره دم كامله او وظائف الغده الدرقيه او انزيمات القلب او وظائف الكبد والكلى، وفي الحاجات اللي التهابات سرعه الترسيب والبروتين التفاعلي ج وهكذا الى اخره. المشكله الرئيسيه في مشكله التهاب عضلات بين الضلوع هو في طبيعه عملها، لان زي ما قلنا قبل كده العضلات دي شغاله بدون توقف نهائيا لارتباطها بعمليه التنفس، وده اللي بيخلينا ما نقدرش نريحها من الناحيه العمليه زي ما بنعمل مع غيرها من العضلات بلبس الدعامات الثابته او حتى الجباير جمع كبيره، يعني اللي بتثبت العضله وتوقف حركتها بشكل مؤقت فيديها فرصه للتعافي. وبناء عليه فبروتوكول العلاج ببساطه هيعتمد على تقليل الحمل على العضلات دي وهي شغاله طبعا قدر المستطاع، وده هيتحقق بحاجتين. الحاجه الاولانيه تجنب كل العوامل اللي ممكن تحمل على العضله او تسبب ليها اي شد او اجهاد عن طريق عكس كل التصرفات اللي ممكن تسبب الالم من البدايه او تزوده. مثلا الراحه التامه حرفيا وعدم بذل اي مجهود بدني سواء رياضي او غيره، تجنب تيارات الهواء المباشره ايا كان نوعها، لما تيجي تقعد او تنام يكون ظهرك مسنود على مخدات بحيث تكون نص قاعد، تجنب التوطية واي حركة مفاجئة، وتجنب الضحك الشديد والانفعالات على العموم، ومحاولة تجنب العوامل اللي بتزود مزق العضلات والحزق زي العطس او الكحة. وحتى لما تيجي تكح او تعطس حط مخدة او فوطة على مكان الالم وتحاول تدوس عليها. الحاجة التانية هي العلاج الدوائي، والبداية بتكون مع مضاد للالتهاب وباسط العضلات غير العلاجات الموضعية زي الكريمات او الرش الموضعي اللي بيوصفهم الطبيب المعالج بمعرفته وتقييمه لحالة المريض على حسب شدة الالتهاب ومدى تأثيره، ثم علاج اي سبب ممكن يزود الضغط داخل تجويف الجسم زي الكحة او السعال، او لو في مشكلة متعلقة بالجهاز الهضمي زي مشاكل القولون وغيرها، وبرضه ده بيتم بمعرفة وتقييم الطبيب المعالج. وبعد زوال الالتهاب والألم المترتب عليه لازم العيان يرجع لحياته الطبيعية الاعتيادية بشكل تدريجي، خاصة الرياضيين أو اللي ليهم أعمال ليها طبيعة شاقة. لهنا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، بفكركم إن الحلقات دي على العموم للشرح والتوعية فقط وليست وسيلة للعلاج، وبفكركم على الخصوص إن آلام الصدر من المشاكل المهمة والخطيرة واللي بتستدعي سرعة التوجه لأقرب مستشفى. دعواتنا لكل مريض بالشفاء العاجل، وبرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في أي جزئية ما اتكلمتش عنها في حلقة النهاردة. بعتذر عن الإطالة وشكرا لحسن المشاهدة والاستماع، في أمان الله.